ولمزيد من التحليل والمتابعه ينضم الينا دكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه. دكتور احمد ارحب بك. اهلا بك يا فندم كل مشاهدينك الكرام. نعم دكتور احمد، اهميه انضمام مصر لتجمعات مثل تجمع بريكس الذي يركز بالتاكيد على التعاون بين دول الجنوب، وقد انضمت مصر بشكل رسمي في يناير الماضي. بالطبع هناك العديد من الدلالات والاهميه الكبيره لانضمام مصر لعضويه البريكس. اولها طبعا الثقل الاقتصادي الكبير للاقتصاد المصري كأحد الاقتصادات الواعدة التي حققت معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات والأزمات، سواء أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. واستطاعت مصر بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أن تشكل يعني دورا مهما في النظام الاقتصادي الإقليمي، وهذا بالطبع أعطى مصر المصداقية والثقل الكبير في انضمامها للمجموعة. النقطة الثانية هي تأتي في إطار أيضا سياسة أو دبلوماسية التنمية، بمعنى توظيف علاقات مصر الجيدة مع كل دول العالم وعلاقات الرئيس السيسي لدعم التنمية في الداخل، بناء الشراكات الاقتصادية مع كل دول العالم شرقا غربا في إطار سياسة الاحتياج الإيجابي، والانفتاح على التجارب الاقتصادية المختلفة والاستفادة من المزايا النسبية. وبالتالي انضمام مصر هذا التكتل يمثل أهمية كبيرة ويحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والتجارية وأيضا الفوائد السياسية لمصر. فيما يتعلق بالجانب المصري، بالطبع هي تفتح آفاق جديدة أمام السلع والمنتجات المصرية في أسواق هذه المجموعة المهمة التي تمثل 44% من سكان العالم، تمثل أيضا ما يقارب 37% من حجم الناتج العالمي، كذلك أنها تضم تقريبا ربع مساحة الكرة الأرضية، وكذلك العديد من المزايا التي حتى مكنتها من أن تتفوق على مجموعة الدول السبع الصناعية. وبالتالي هذا التكتل بيتيح الفرصة طبعا للأفاق للسلع المصرية، كما أنه أيضا يساهم في جذب الاستثمارات في تحقيق التنمية في الداخل، خاصة في المشروعات القومية مثل محور التنمية في قناة السويس والعاصمة الإدارية. وهناك مزايا نسبية لهذه الاقتصادات سواء الصين أو روسيا أو الهند أو البرازيل أو غيرها من دول المجموعة التي تمثل أهمية كبيرة وتحمل ثقلا اقتصاديا، ومصر منفتحة على كل الدول وتستفيد. بالطبع هذا الانضمام نعم. سيعطي مصر مزيد من الاستثمارات، مزيد من الدعم، مزيد من التبادلات التجارية. على مستوى الاقتصاد الدولي بالطبع هذا التكتل يمثل أهمية كبيرة في تحقيق ربما الخلل في النظام الاقتصادي الدولي فيما يتعلق به يعني ضمان آلية الوصول إلى آليات التمويل، تحقيق التنمية المستدامة، تحقيق عدالة وتوازن بين الشمال وبين الجنوب، العمل على دعم وتعزيز فكرة التنوع في الاقتصاد الدولي ومؤسساته. كل هذا بيمثل أهمية كبيرة حقيقة للجانب المصري. نعم. على المستوى السياسي بالطبع هذه المجموعة وهذا الانضمام يعطي لمصر طبعا أهمية كبيرة، من حيث أن هذه الدول تمثل دعما كبيرا للقضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية التي تمثل محور محور أجندة السياسة الخارجية المصرية كصمام أمان للشعب الفلسطيني لحقوق المشروعة. وبالطبع دول الصين الهند روسيا وغيرها لهم مواقف متوازنة، مواقف داعمة للقضايا العربية للقضية الفلسطينية ضد وقف مع وقف إطلاق النار، وقف العدوان، مع حل الدولتين. كل هذا بيمثل أهمية كبيرة حقيقة وبيعطي المزيد من الدعم ويحقق الفوائد لمصر سواء على تعظيم المصالح المصرية أو الدفاع عن القضية العربية وبالطبع منها القضية الفلسطينية. نعم دكتور أحمد، يعني المنافع المتبادلة بين بريكس ومصر، يعني قرار بريكس بضم مجموعة من الدول غير الدول الأساسية المتواجدة في هذا التجمع، يعني المنفعة المتبادلة، ما الذي سيعود بالنفع على بريكس من ضم هذه المجموعة من الدول وكان على رأسها مصر؟ بالطبع كما ان مصر ستستفيد من المجموعه وانضمام للتكتل، ايضا التكتل دول المجموعه ستستفيد من الدول الجديده ومنها مصر. بالطبع مصر والامارات والمملكه العربيه السعوديه وغيرها من الدول. اولا مصر تمثل اولا بوابه مهمه لدول المجموعه نحو الشرق الاوسط وافريقيا. الامر الثاني، مصر ايضا في ظل حاله الاستقرار السياسي والامني تمثل بيئه واعده للاستثمارات من دول هذه المجموعه، خاصه في محور التنميه وغيرها من المشروعات، في ظل نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي، في ظل اصلاح مناخ وتحسين مناخ الاستثمار. وهذا يمثل اهميه كبيره لان هذه الدول تبحث عما يسمى التعافي الاقتصادي، خاصه بعد الازمات الكبرى، جائحه كورونا ثم الحرب الروسيه الاوكرانيه، وما تسببت فيه هذه الازمات من تداعيات سلبيه سواء على اقتصادات الدول او على الاقتصاد العالمي. وبالتالي لديها مصلحه في بناء شراكات اقتصاديه مع دول مهمه اقتصاديا مثل مصر التي ايضا يعني لديها عدد سكان كبير وسوق واسعه
ايضا لسلع ومنتجات هذه الدول. مصر وموقعها الاستراتيجي ايضا بامكانياتها الاقتصاديه الضخمه تمثل ايضا مزايا مهمه، اضافه طبعا الى ان هناك تعاون الان بين دول الجنوب العالمي التي تعطي اهميه في اصلاح الخلل في موازين القوى الدوليه سواء في النظام الدولي السياسي متعلق بالنظام الاقتصادي. هناك ايضا الان مؤسسات مهمه لا تعد بديله طبعا عن المؤسسات التقليديه مثل صندوق النقد او البنك الدولي، لكن على الاقل هي تمثل يعني تنوع في المؤسسات الدوليه خاصه بنك التنميه الاسيوي التابع لايضا تجمع البريكس، وبالتالي هناك مزايا كبيره. ايضا هناك ايضا انضمام الامارات العربيه والسعوديه فيما يتعلق بتعزيز سياسات الطاقه العالميه، كلها تمثل لان العلاقات الدوليه الان هي تقوم على المنافع المتبادله والمصالح المشتركه، لا ترتكز على الايديولوجيا كما كان في السابق، ولكن الان كل الدول لديها ما تقدمه وتستفيد من الدول الاخرى في اطار تعظيم المصالح المشتركه، وهذا بيعكس طبعا التوجه المصري نحو بناء الشراكات الاقتصاديه لدعم التنميه في الداخل في اطار دبلوماسيه التنميه بما ينعكس في نهايه المطاف بالنفع على المواطن المصري. اشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد سيد احمد، خبير العلاقات الدوليه، كنت معنا عبر الهاتف.